اولا بشكر دكتور محمد، بشكر الكلام الحلو اللي اتقال على الروايه. روايه ممتعه فعلا، انا خلصتها في ساعتين بمجرد ما خدتها كنت مخلصاها، مستمتعه بيها جدا. للنفس الصوفي العظيم اللي هو كاتب بيها الروايه دي، الروايه دي مكتوبه بنفس صوفي خاص بيها جدا، فعلم لدني اللي هو كتبها في جمله. هذا العلم ده علم مهم جدا ولا ياتي، يعني هو الصغير خضر الصغير أو خضر جه يدخل المدرسه سحلب منعه، هو تخيل كده او لم يتخيل او لم يتخيل كده، عشان اللي جاي له حاجه عظيمه جدا. في علم الصوفيه او في علوم الصوفيه دايما المريد بيمشي ورا العارف بالله لمده سنتين، وهذا المريد بيبقى كظله. عندنا طبعا مشاهير زي جلال الدين الرومي وشمس تبريزي وعلم الصوفيه لا مش اي حد ياخده ومش اي حد يتعلمه. فعندنا دكتور محمد ابراهيم طه كان من الحرفيه، بحيث ان هو جاب ببساطه الفقهيين واللي بيكلموا بالمنطق واللي بيكلموا بالعقل اللي هو كان الحسيني ابو الروس، وباسماء مجرد ما هو ذكر بس الاسماء، والاخر اللي هو سفيان العربي. الاسماء كانت داله جدا على ان دول ليهم افكار فقهيه معينه، مقابل الخضر فج النور الاخرس يوسف المناكش. العلم الشعبي هو او سوري التصوف الشعبي هو الاكثر قابليه، وهو اللي بيدخل القلب، العقل مقابل القلب، وهو دوت الحرفيه اللي عملها الدكتور محمد ابراهيم. بشكرك والف مبروك على الروايه، وان شاء الله تجيب لنا عملتها.